اختتم فعاليات القمة العالمية للحكومات اليوم ومن هذه القاعة التي شهدت بداية انطلاق هذه الدورة العاشرة تختتم اليوم هذه القمة والتي حملت الكثير والكثير منها. هناك مشاركة من أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، 250 وزير، أكثر من 10,000 مسؤول، 220 منتدى ومحاضرة، 300 مشارك في هذه القمة. تم الإعلان عن أفضل 3 تطبيقات على مستوى العالم وأفضل وزير في العالم، أفضل حكومة رقمية. كذلك كان هناك كلمات لمسؤولين، أصحاب السمو، الشيوخ، المعالي، وختامها كان من هذه القاعة لكلمة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي تحدث عن الأسرة الإماراتية ومجتمع الإمارات، تماسك هذه الأسرة وهذا النموذج الناجح في كافة القطاعات. وهناك اهتمام كبير من القيادة الرشيدة لهذه الأسرة الإماراتية التي هي عماد تطور الحضارة والمجتمع، وكذلك ثقة الناس في دولة الإمارات في الأسواق وغيرها. تم الإعلان عن العديد من الفعاليات، وكذلك تم عرض من خلال مؤسسة دبي للمستقبل أكثر 50 فرصة على مستوى العالم، وأيضا الحديث عن 4 تحديات عالمية. الكثير هنا تحدث عن التحول، التكنولوجيا، GPT تشات وما سينقله. الرئيس التنفيذي لتويتر في كلامه اليوم تحدث عن تغير هذه المنصات والاهتمام التكنولوجي، التحول الذكي، وكذلك ما سيكون من تحول رقمي سريع خلال الفترة المقبلة. إذن الكل هنا من دولة الإمارات التي أصبحت نموذج واضح لاستشراف المستقبل وتقديم كل ما هو جديد لتطوير المجتمعات، الحكومات، والعمل جنبا إلى جنب في كافة الملفات للرقي بالمجتمع، الرقي بالإنسان، وخدمة الحكومات على مستوى العالم، وبذلك يعود اقتصاديا، اجتماعيا، معنويا لكافة المجتمعات بالنمو والازدهار. وهنا تختتم القمة العالمية للحكومات، وإن شاء الله سنكون بإذن الله في القمة المقبلة، القمة 11 في دانة الدنيا دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.